أكد توماس توخيل مدرب بروسيا دورتموند أن مواجهة باير ليفركوزن ستكون صعبة لأن الخصم يلعب كرة هجومية، كما أشار إلى أنه يجب الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز. سنواجه باير ليفركوزن وهم في أفضل حال، ستكون مواجهة صعبة جدا لأن المنافس يلعب بشكل هجومي، يجب أن نستعد لصد هجماتهم وأن نهاجم أيضا، بإمكاننا الفوز عليهم بشرط أن نستغل كل قوتنا. يجب أن نجد حلولا لنخترق صفوفهم، كما يجب أن نركز على الدفاع أيضا. سنلعب هذه المواجهة على ملعبنا ويجب أن نستغل هذا الأمر، وعلينا أن نستفيد من دعم المشجعين لنا. أفلت اليوم